بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض المحاضرة رقم 4 من محاضرات تعلم فلاش من الصفر إلى الاحتراف. النهاردة هنتعلم مع بعض درس بسيط قوي لكيفية عمل ماسك في برنامج الفلاش. فكرة الماسك إن أنا عايز أظهر صورة معينة بتتابع معين أو أخفي أجزاء منها في أوقات معينة وأظهرها في أوقات معينة. أنا حبيت أجيب لكم الخطوات الأول مكتوبة اللي عايز يحتفظ بيها او يصورها. دي الخطوات بتاعتنا، هنبدأ نتابع الخطوات دي وننفذها بشكل عملي في البرنامج. هنفتح برنامج فلاش، نفتح ملف جديد، اتفقنا نختار دايما اكشن سكريبت 3. قدامنا الملف بتاعنا، هنبدأ اول خطوة، قم بعمل عدد طبقة اولى باسم بيك وطبقة تانية باسم ماسك. دي خطوتين اهو، قم بعمل عدد 2 طبقة، الأولى باسم بيك والتانية باسم ايه؟ ماسك. هروح للبرنامج، ادي الطبقة الأولى اهي، دبل كليك عليها واسميها بيك، احط فيها الصورة، واعمل طبقة تانية اهي دبل كليك واليمين واسميها ماسك. ادرج الصورة في طبقة البيك وقم برسم دائرة في طبقة الماسك. هرجع انا واقف على طبقة البيك اهي، الصورة، ومن فايل امبورت امبورت ستيج، طبعا بكون مجهز الصور بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. فهنختار اي صورة من الصور الموجودة عندنا، تكون صورة مثلا الصورة انا عايز اظهرها بالتناسب او التتابع اللي انا عايزه، ولتكن مثلا اخد صورة مناسبة ولتكن صورتي. طبعا الصورة بتنزل بحجم كبير معانا، بنبدأ نصغر ونظبط حجم الصورة على قد الملف بتاعنا. هذه الصورة اللي أنا عايز أشتغل عليها. بعد ما بحط الصورة قال لي كمان ارسم دايرة في طبقة الماسك. أروح لطبقة الماسك، أقف عليها كليك، وأروح لأدوات الرسم، خد دايرة وارسمها. نرسم الدايرة أسفل كده الطبقة شوية، خليها 50%، نخليها اهي، وهرسم الدايرة هنا بالشكل ده. الدايرة زي ما انتم شايفين ليها تعبئة وليها حدود. قال لي خلي التعبئة، اجعل التعبئة بلا بالنسبة للدايرة. يعني ايه خليها بلا؟ يعني خليها شفافة مفيش تعبئة، وده بنسميه ألفا. يعني انا كده انا هخلي نسبة الألفا زيرو. بعملها ازاي؟ بقف على الدايرة، كليك للتعبئة، وبروح للتعبئة بتاعتي، بلاقي عندي اختيار اسمه ألفا، بخليه قيمته زيرو، فبتختفي التعبئة خالص مني. بس كليك بعيد اهو، مفيش تعبئة خالص جوه. طيب الخطوة اللي بعد كده، بعد ما تجعل التعبئة بلا، قف على الإطار 90 وحدد الطبقتين بمفتاح شيفت ثم اضغط على المفتاح 6. أروح رايح كده للإطار 90، هقف كده كليك، وبالشيفت أحدد الطبقة التانية، وبعدين ندوس F6 اللي هي Insert كي فريم بالشكل. طيب قف على الاطار 90 وحد طبقتين وافتح شيفت واضغط مفتاح 6. خلاص اقف على طبقة الماسك في الاطار 90 وعدل شكل الدايرة لتحتوي الصورة. اقف على الاطار طبقة الماسك اهي في الاطار كام؟ 90. اقف على طبقة الماسك في الاطار 90 وعدل شكل الدايرة. يعني اعدل شكل الدايره، رحت كده كليك من بره وابدا اعدل شكل الدايره عشان تحتوي مين؟ الصوره بتاعتي بالكامل الشكل اللي انا عايزه. فكرتي للماسك ازاي؟ تمام. طيب خلاص خليت الدايره تحتوي الماسك بالكامل. اجعل حدود الدايره بلا برضه، روح لحدود الدايره دي، دوس عليها كليك، وروح للدايره وخلي الألفا بتاعتها كمان زيرو، بقت ما إنها مش موجودة. طيب بعد كده قف على الإطار الأول في طبقة الماسك واضغط كليك يمين واختار كرييت شيب توين، أنواع الحركة اللي اتكلمنا فيها في المحاضرة اللي فاتت. يبقى هروح الإطار الأول في طبقة الماسك أهو، بس كليك يمين واختار كرييت شيب توين، بينشئ حركة من نوع الشيب توين. تمام. بعد كده
اضغط كليك يمين على طبقة الماسك نفسها واختار ماسك، يعني روح للماسك نفسها اهي مش التايم لاين بتاعها، الماسك نفسه كليك يمين واختار امرز بماسك. بنلاحظ اختفاء الصورة بالكامل، لكن لو انا دوست كنترول انتر عشان انفذ الكلام ده هبدأ اشوف ان الصورة بتظهر معايا بتتابع معين حسب الماسك اللي انا رسمته، ودي كانت فكرة بسيطة جدا على كيفية انشاء ماسك داخل برنامج الفلاش. شكرا وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله.